الأنظار كلها إلى تايبي، حيث منتخبنا الوطني الأول يحل ضيفاً على نظيره التايواني في خامس المواجهات ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة. الأحمر الضيف في هذه الرحلة ربط الأحزمة وحمل حقائبه وبداخلها 9 نقاط يحتل من خلالها المركز الثاني ضمن المجموعة الرابعة. الطموح هو الخروج بالنقاط كاملة من على ملعب بلدية تايبي والوصول إلى النقطة 12 وتأمين موقفه بشكل كبير في مشوار الصعود نحو كأس آسيا والتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم، حيث حصتان تدريبيتان أجراهما منتخبنا على أرض الضيف صاحب المركز الأخير وبلا نقاط في المجموعة. الحسابات الورقية تقول بأن المواجهة في قبضة اليد والنقاط باتت في الجيب، لكن اللعب على هذه الفكرة قد يضعنا في المحظور. التجارب السابقة للاعبين تمكنهم من اكتساب الخبرة في التعامل مع الحسابات المعقدة، حيث وجود المسلمي والبوسعيد وحارب مع بقية العناصر تمنح منتخبنا الوطني الأفضلية في طريقة التعامل مع هذه الظروف. ومعاملة المباراة على أنها مفصلية هي دلالة الفوز لتمهيد الطريق في مستقبل هذه المرحلة. الفوز على ماليزيا ذهابا وإيابا هي أيضا عامل محفز للخروج بالنقاط كاملة، كما أن الفوز على تايوان في مسقط يحتم على لاعبينا تكراره في تايبي. فهيا بنا يا أحمر في الطريق نحو الصدارة.